في المرة الماضية آخر إشي أخذناه في آخر محاضرة هو كيف نضيف مقطع فيديو لصفحة الويب الخاصة فينا، وإحنا قمنا بإضافة فيديو وكمان جربنا وحكينا كيف نطلع الكنترولز واللي هم أدوات التحكم البلاي والإيقاف والصوت وكتم الصوت والتحكم بالصوت وتكبير الشاشة وأيضا خيار البيكتشر إن بيكتشر. طيب كيف اليوم إن شاء الله راح نتعلم كيف نضيف ملف صوتي، مش مقطع فيديو، ملف صوتي. خلينا نيجي نعمل فايل جديد، عفوا فايل جديد نعمل له سيف نسميه music.html، بعدها نعمل سيف، بعدها نيجي نبدأ في ال html، عفوا html 5. طيب طريقة إضافة المقاطع الصوتية هي شبيهة جدا في طريقة إضافة مقاطع الفيديو. كيف؟ بنيجي بنفتح تاج بنكتب audio. إذن طريقة إضافة مقاطع الفيديو، هاي الفيديو، كانت عن طريق إنه إحنا نحط تاج الفيديو وتاج الفيديو وراح يتم إضافة المقطع. أما في الأوديو فهي نفس الطريقة، بنكتب أوديو بنفتح التاج وبنغلق التاج. طيب كيف نضيف مقطع؟ برضو نفس طريقة إضافة الفيديو، بنفتح تاج بعدها بنكتب source بعدها src بعدها بنحط مثلا أنا هاي نضفت هون، أنا قمت بإضافة مقطع فيديو في ملف المشروع. لو نيجي على الديسكتوب بعدين على ملف المشروع، هاي أنا قمت بإضافة مقطع فيديو مسبقا عشان أجربه. فأنت عشان تضيفه بتحط الملف الصوت في المشروع وبتكتب اسم الملف، أنا مسميه ميوزك، بعدها نفس الفيديو بتحط الامتداد. أهم إشي إنك تحط امتداد ملف الصوت، سواء كان MP3 أو MP4 أو كان ريل بلاير أو شو ما كان، ويندوز بلاير، شو ما كانت صيغة الصوت أو امتداد ملف الصوت أرجو إنك تحطها. بعدين بتكتب تايب، بعدها بتحط إحنا كنا نحط بالفيديو، لاحظ هون بالفيديو إحنا كنا نحط في التايب فيديو على الامتداد، في الأوديو راح نحط أوديو على الامتداد. أنا امتداد ملف اللي عندي MP3. بعدها بسكر التاج وبعمل سيف. إذن عشان أضيف مقطع فيديو مقطع صوتي عفوا، بكتب تاج، بستخدم تاج الأوديو وبغلق تاج الأوديو، بعدها بفتح تاج السورس، بعدها بحط src، بعديها بحط من المكان الموجود في مقطع الصوت تبعي. لو كنت حاطه بفولدر بتحط اسم الفولدر بعدها سلاش بعدها اسم الفيديو. اما لو كنت حاطه في ملف المشروع مباشرة مثل ما انا عامل بتحط الميوزك بعدها بتحط دوت، اهم اشي تحط بعدها دوت بعدها امتداد الملف، بعدها في التايب بتحط اوديو بعدها برضو امتداد الملف. طيب لو نيجي نعمل سيف ونرجع على هون الاندكس، ناخد هاي كوبي، بعدها ننزل نعمل بيست، نغير هاي لأوديو، بعدها نغير هاي برضو لأوديو، هون منغيرهاش لأوديو، نغيرها لا احنا صممنا صفحة ميوزك دوت اتش تي ام ال، بعدها بنرجع على المتصفح نعمل باك نعمل ريفرش، راح يظهر عنا go to audio page، بعدها بنرجع اوكي احنا هون عندنا خطأ بالتسمية، مفروض ميوزك كابيتال، نعمل سيف نعمل ريفرش نرجع. بعدها نرجع المشروع عندنا.
طيب نرجع على music.html الاوديوز، تمام. طبعا نحط لها هون controls، بعدها نروح على صفحة الويب وبنعمل ريفرش، راح يظهر عنا المقطع هون. لاحظ كيف بيظهر المقطع على شكل جميل، تقدر تعمل بداية للمقطع، تتحكم في المقطع، وأيضا تقدر تتحكم في الصوت، تعمل كتم أو تشغله، وتتحكم في درجة الصوت، وأيضا تقدر تتحكم في تقديم أو تأخير المقطع الصوت. إذن وأيضا برضو بنقدر نتحكم فيه، نقدر نيجي نحكي له ستايل، نحكي له ويدث، نحكي له مثلا 100% على عرض الصفحة كاملة. نرجع نعمل على جوجل كروم، نعمل ريفرش، لاحظ راح يظهر عندي المقطع الصوتي على طول الصفحة بالضبط، وبقدر اتحكم فيه زي ما بدي. اذا هذا هو مقطع او هذا هو طريقة اليوم، اللي هي شرح اضافة مقطع صوتي. بنحط تاج الاوديو، وما بننسى نحط الكنترولز، بعدها بنحط السورس، بعدها بنحط اسم الملف مع الامتداد، وفي التايب بنكتب اوديو على الامتداد، وراح يظهر لنا هون بالصفحة بشكل مباشر. الطريقة مشابهة جدا لطريقة الفيديو، لكن مع بعض التغييرات اللي حكينا عنها. هاي محاضرة اليوم، يعطيكم العافية.